السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حقيقة جديدة يجب أن يعلمها الجميع، وأن يتوقف عندها الجميع، وأن يفكر فيها الجميع، وأن يتأمل بها الجميع، وهي أن إيران وإسرائيل يمثلون علينا بمسرحيات مكشوفة، وهي أن إيران وإسرائيل أجرتا بالأمس مناورات مشتركة وتدريبات مشتركة، ولم تكن لا ضربة ولا عقوبة ولا انتقام ولا رد ولا ما يحزنون. المقاومة الحقيقية هي المقاومة التي حصلت قبل المسرحية الإيرانية بثلاث ساعات. فدائيان فلسطينيان من الخليل دخلوا إلى داخل الخط الأخضر فيما يسمى إسرائيل أو الدولة الزرقاء، هجما كل منهما هجم على جندي فقتله وأخذ سلاحه، وهاجما مجموعة أخرى بالسلاح الذي أصبح معهما فقتلوا 8 وجرحوا 20. أحدهما تمكن من الفرار والآخر استشهد في أرض العملية الفدائية. كل صواريخ إيران وكل هذه الهالة الدولية التي تقيمها إيران ويقيمها الأوروبيون ويقيمها ما يسمى بالمجتمع الدولي حول الضربة الإيرانية كذب ونفاق، هذا أقل ما يقال فيه. بعد الضربة الإيرانية ما الذي حصل؟ بعد الضربة الإيرانية مباشرة في اليوم التالي كمن مقاتلون ومناضلون عرب من حزب الله في بلدة العديسي قرب مستوطنة المطلي، فقتلوا 3 جنود وأصابوا 30 بين الجنود المقتولين قائد الفرقة. هذا ما اعترفت به إسرائيل. إسرائيل تتكتم وتعتم على خسائرها سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان أو في أي أرض معركة، طالما أن المعركة قائمة لديها قانون يجيز للجيش أن يتكتم على جنوده القتلى وعلى خسائره. وفي اليوم التالي أي اليوم في مارون الراس وفي ميرون هي بلدة فلسطينية داخل الخط الأخضر داخل فلسطين المحتلة، تمكن المقاومون اللبنانيون من الدخول إلى ميرون وتمكنوا من التصدي في مارون الراس لدوريات إسرائيلية فقتلوا وجرحوا وأدبوا هذا العدو المتغطرس بطائراته الجبان الذي يقاتلنا بالتكنولوجيا من بعيد كما تقاتل إيران بالتكنولوجيا من بعيد، التكنولوجيا المتخلفة في إيران والتكنولوجيا المتقدمة لدى العدو الصهيوني. نحن لا نحتاج للطريقة الإيرانية في قتال لا إسرائيل ولا غير إسرائيل. إيران معتدية ويجب أن تتراجع عن اعتداءاتها على الأمة العربية، والعرب من سنة وشيعة ومسيحيون ودروز وعلويون وكل الفئات يستطيعون أن يقاتلوا إسرائيل ويستطيعون أن يقاتلوا إيران، يستطيعون أن يحرروا هذه الأمة من إيران وإسرائيل بمعزل عن الأنظمة الرسمية العربية التي تقوم بدورها بالحفاظ على الاستقرار، تقوم بدورها في الحفاظ على البنية التحتية، تقوم بدورها بتطوير الوضع وتطوير الأداء وتطوير كل شيء، تقوم بدورها. وهذا الدور مهم جدا لكي تنمو الأمة وتتقدم وتتحسن ظروفها الاقتصادية والسياسية والأمنية والتجارية وكل شيء والتعليمية وما إلى هنالك. نحن بحاجة لهذه الأنظمة، لهؤلاء الحكام الأبطال لكي يحافظوا على الاستقرار في بلدانهم،
ونحن بحاجة لهذه المقاومات هنا وهناك على ألا تكون مرتبطة بإيران. ماذا جلبت لنا إيران سوى الطائفية والأمراض النفسية والفتن والأكاذيب والانقسامات وسيطرة الميليشيات على الدول؟ ماذا جلبت لنا إيران؟ تعالوا نقيم الحالة العربية، تعالوا نقيم كيف كان العراق قبل تدخل إيران، وكيف كانت سوريا قبل تدخل إيران، وكيف كان لبنان، وكيف كانت اليمن. تعالوا نقيم كيف كانت فلسطين قبل هذا وذاك. جاءت إيران بفتنها، وجاءت إيران ببرامجها المسمومة إلى بلادنا العربية. أول ما غزت فلسطين من خلال تمكين حركة حماس بالتعاون مع تنظيم الإخوان المسلمين الدولي. جلبوا حماس، والله الشعب الفلسطيني لم يكن يدري ولم يكن يعرف بأن حماس هي جزء من تنظيم الإخوان المسلمين. تسللت تسللا إلى الجسد الفلسطيني، وعندما انتخب الناس حماس كانوا يريدون معاقبة فتح، وما كانوا يعلمون ما هو تنظيم الإخوان المسلمين وأن حماس جزء من هذا التنظيم على الإطلاق. وجاء الدعم الإيراني التدفق بالسلاح والمال فقط لحماس وليس للشعب الفلسطيني، وجاء دعم الإخوان المسلمين فقط لحماس، مال حماس لحماس. ولطالما عانى الفلسطينيون بعد أن اكتشفوا ما هي حماس وما هو تنظيم الإخوان المسلمين وما هي إيران، حتى أن هذه الفئة من شعبنا الفلسطيني استعدت كل الأمة العربية على القضية الفلسطينية بشتائمهم وأكاذيبهم وتحالفهم مع إيران وتدليسهم. كل شيء فعلوه في الساحة الفلسطينية كان يستهدف خلق شرخ بين الفلسطينيين والأمة العربية، خصوصا بين الفلسطينيين والسعوديين. يتكلمون باسم القضية الفلسطينية على المنابر وفي الإعلام وفي السوشيال ميديا. للأسف الشديد هم لا يمثلون الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية. دعمتهم إيران لكي ينقلبوا على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة، فانقلبوا واحتلوا قطاع غزة، احتلوا قطاع غزة بالدم والنار والحديد، وارتكبوا الجرائم وارتكبوا الموبقات. كانت تصرفات إرهابية بكل معنى الكلمة. للأسف الشديد حتى القانون الفلسطيني لم يحاسبهم، حتى القانون الفلسطيني لم يحاسبهم. نحن نريد أن نحاكمهم أمام أي جهة يمكننا أن نصل إليها لمحاكمتهم ومعاقبتهم. هذا ما فعلته إيران بالساحة الفلسطينية. أعقب احتلال غزة من قبل الإخوان المسلمين انقسام في الشارع الفلسطيني وفي الساحة الفلسطينية. بعد ذلك جاءتنا الأخبار من العراق وماذا فعل الإيرانيون باتفاقاتهم السرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق. ماذا فعلوا؟ جلبوا الطائفية والمخدرات، وجلبوا الانقسام والفتن، وهذا هو حال العراق يتعافى الآن. الآن بداية النهاية للمشروع الإيراني في المنطقة العربية، بداية النهاية للفتن الإيرانية. لقد انكشف كل شيء. نحن كلنا كعرب مع المقاتل العربي والمقاوم العربي، ونحن كلنا كعرب مع المسؤول والرئيس والزعيم والملك العربي، لأن الجميع يتكاملون ونحن بحاجة لهذا وبحاجة لذاك. شرط ألا تكون إيران هي صاحبة القرار، وهي صاحبة التوقيت، وهي صاحبة المصلحة، وهي التي تفاوض علينا وتساوم على دماء أطفالنا، أن تكون إيران خارج اللعبة. هذا هو الشرط لكي تتوحد الأمة خلف قادتها وخلف مقاومتها. ومن دون هذا الشرط ستبقى إيران تتلاعب فينا، ستبقى إيران تستفيد منا، ستبقى إيران تمثل علينا، ستبقى إيران وإسرائيل يتبادلان الأدوار من أجل خداعنا وتضليلنا. أتمنى من كل قلبي أن تنجح هذه الرؤية وأن تتحقق هذه الرؤية في أن يصبح العرب جسداً واحداً وهدفاً واحداً ورؤية واحدة من أجل مصالح هذه الأمة التي لطالما دفعت أثماناً غالية بسبب فقدان الرؤية الصحيحة في التصدي لأعداء الأمة في الشرق والغرب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.